هو واحد من أقدس الأيام في التقويم البوذي في النيبال، إنه عيد ميلاد بوذا، لكن الاحتفال هذه السنة ليس له أي طعم بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 7300 قتيل حسب آخر الإحصائيات، إضافة إلى 14300 جريح. بسبب الزلزال نعاني من عدة مشاكل، لذا جئت إلى هنا للصلاة عليهم أيضا. كما قام البعض بحرق جثث ضحايا الزلزال وفقا للتقاليد البوذية. وحسب الفيدرالية الدولية للصليب والهلال الأحمرين، فإن بعض المدن والقرى القريبة من مركز الزلزال دمرت تقريبا كليا، فيما يبقى الوصول إلى تلك المناطق من الأمور الصعبة. من جهة أخرى تشرع طائرات عسكرية أمريكية بنقل فرق الإنقاذ إلى المناطق النائية في نيبال، وأيضا نقل معدات الإغاثة وتقييم الوضع هناك، فيما طلبت كاتموندو من الدول الأجنبية إنهاء عمليات البحث والإنقاذ بعد 9 أيام من الزلزال وتضاؤل فرص العثور على أشخاص على قيد الحياة.